بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. الآن إن شاء الله تعالى سنتناول الدرس في كل أدب الآية الأولى من سورة الفتح La victoire annoncée et assurée par Allah. Inna, ay Allah subhanahu wa ta'ala, fatahna laka فتحا مبينا. وكيفاش الفتح المبين هذا؟ يعني صلح الحديبيه اللي شعل على ضوء ما اراد القرشيون من رسول الله عليه السلام، وكذلك فتح قريب لفتح خيبر، لهذا هو مبين. يعني الفتح هذا بوجوهه يبين ان الله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن آمن به وعاهده، خاصة عهد صلح الحديبية تحت الشجرة، يعني عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بس يواصل الطريق مهما جاءت به الظروف، فلن يكون لا الله سبحانه وتعالى ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعود إن شاء الله.